السلام عليكم, this is your boy Big Reaction. جعنا لكم الولاد برياكسيون جديدة من سيري كلاي المتواصلة. الولاد عشاق العيب, هبطت 2015. let's go نشوف شنو هي الأجواء. نورمالمون كليب, دونك let's go. أنا بديش نكتشف معاكم للناس اللي ما تعرفش وللناس اللي تعرف, نعاود نذكركم في الذكريات المحلية. سينو الولاد للأسف الذكريات ما كانتش محلية حسب ما وصل لي من معلومات من السيد اللي اقترح علي التيتر هذية, انه بريود هذية متاع كلاي بريود صعيبة, بريود ما عندوش مهرجانات, ما عندوش يعني ممنوع من الحاجات هذوك من الكل, دونك الفلوس طايحة, الجزة طايحة, فهمت كيفاش العملية, وزيد مكرز وزيد متعارك مع كافا, دونك نتفاهم, فهمت؟ let's go yo. هو يحلم تو الاولاد هكاك سويت كيما هكا مع بيت كيما هكا الاولاد حاجه كصح بنز صوالي والمخبنز عايش بري منبوح بسري في بلادي الوحدة كنز لعبنا خربش ومش تنز مع الحالة مارسنا الجنس عشنا الخطر رقضة وقدر مع الحالة مارسنا الجنس ولا نخافو جن ولا انز نحاربو فيكم بالرب يا ود كلمات عقاب ونشد لستو سياسي همو الكراسي ما يكتب لي خطاب يحد بلاد تفو بحين فلتذهب الى الجحيم تهزب عجليها شربتو كان قلبك رحيم مجتمع اخوات الرجيم غصب الولاد البارز اللي قاعد يقول فيهم المواضيع اللي قاعد يحكي فيهم صاحبي كسحين عرش معنى كلاي متيقر هو ديما مكرز خليه مكرز ومتيقر صاحبي مش تحكي برشا لغة فهمت كيفاش صبن عليا معاهم مقيم تعمل الباهي وكافئون اخويا ويسميوك سكير عدياني ملقيتش حل لي ساقط لمبك لنخلي لي الوسطى لكم والوحدة لي هذاك عقلي شقال لي الوسطى لكم والوحدة لي هيك عقلي شقال لي كيفاش عرفتها الولاد الوسطى لكم والوحدة لي يعني ربطها كي تخرج عليها باش سبب فاز كيفاش كلي جات قد كلمه عرفت قال عن الخرشي ونصايحه زمانه ظهر له فضايحه شافي باله معقبها عليا غرطوا عيني الطايحه يا الدنيا مني والرايحه قلبي مقلع له صفايحه صار قاسم اللي سكنه واللي قرب له وايحه له من عينيه ظهر مكرز من عينيه كلامي خارج من حتى مش من فيلا فيراندتها يفهموها رجال مش فروختي تتتا رجلتهم تتبع في بتا قرب هوني تشيك كتا حومنا نقيسوا الراجل بفعله مش شنية عنده عطا حومنا نقيسوا الراجل بفعله مش عاد مش عنده عط فهمت الولاد كيفاش الفلو راي ما تقصش بالفلوس الدنيا فما تتقص بالرجل هكا كيفاش تربينا وهكا كيفاش عشنا فهمت كيفاش خلنا نطلع عقدة لكم لكم سننكحوا الأم لكم نقودنا لكم سيارة رجلتنا ليست لكم كتبت الراب من القلب غنيتو مجتمعا في النقود نطر عبتي من الشارع كيفكم وربي يا المعبود قلقوني أبناء الرهود لكني ما اخترتش البوت مصدر الصوارد مفقود لكن جديد ديما موجود وكقالها مصدر الصوارد مفقود أما الجديد ديما موجود صاحبي مانيش باش ناقف
مش معناها ما فهمش فلوس معناها باش ناخ ف بغتو طريقي خلط بدون مزيد تحت طلعوا كلاب اللي كانوا صحاب لزوني للعب والغلط الان حياتي بقدر عدياني ظنوا انتهت ماذا تنتظر من ذكورا بالخنوط ابتلت يا الدنيا العكس كله مدوم عزما فيا تكتلوا العبدوا لله ما تقدم رضي الوالدين وربه العبد لله ما تقدوهم رضي الوالدين وربه صاحبي كانت عندي كاسكيت كيفو في البريود هذيك زيدا ولا قرية مالكتيبة بالأحمر حاجة مش عادية 4 سنين لابس بيع عشاق العيب لا أبالي عايش وحدي مالهم ومالي تعيشوا بسبعة وجومة وقالها لكم مثلوا ما نوالي ديجي تورا الفازت الكل سينا الولاد هكا نكونو كملنا كلاي بي بي جي عشاق العيب 2015 الولاد كيف ما قلت لكم كالعاده والعويد البيت عرفت البيت هارد الولاد وفرد الوقت الرفراء كيفاش صوت الحبيبه ما يخيبش فهمت كيفاش يعني ما نعرفوش منين ما نكذبش عليكم انا حسيته من المسلسل ولا فازه ما ركبت العمليه فهمت كلاي صاحبي كالعادة والعويد يخرج لك في لغة من قلبه عرفت من قلبي قال لك اخويا مصدر الرزق ما نعرف شوين اما راني مانيش واقف ديما فما جديد صح فهمت كيفاش وفيكتيف مو هيك باش وصلوا وين وصلوا تو في السنين 2023 خاطروا موقفش كي تحت برشا عباد تيح بهم الدنيا اوب ما عادش نعمل ما عادش صح ما تاخد بالعكس قد ما رايت تسكر في وجهك قد ما رايت تحل كن تحاول باش تحل فهمها سينو الولاد ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا الامبيانس والتحاليل اللي عملناهم مع بعضنا نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ما تنساوش لابوني نتاعكم سبسكرايب دنيتكم اجواءكم كومنتاريتكم الانستغرام الجديد بيجي متا رياكشن 22 مينيسكول سيري كلاي مازلت متواصله ما دامكم انتم موجودين الولاد ان شاء الله ديما موجودين وان شاء الله ديما تكثروا قد ما تكبروا قد ما نكبروا احنا ونكثروا من الخدمه مرحبا بكم بيس اند لوف